هكذا ينتهي الجزء الأول من حلقتنا ليلى من القاهرة، ونتحول معكم الآن إلى الجزء الحواري الأول أيضا في حلقتنا لهذا اليوم. نتكلم في الدقائق القادمة مع حضراتكم ومع ضيفنا الكريم في الاستوديو إن شاء الله عن مصطلح بنسمع عنه كثيرا لكن تفاصيله ربما لا ندري الكثير عنها. الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء يساوي ثروة حيوانية قوية وفعالة، يساوي إشراف بيطري متكامل، منظومة متكاملة تؤدي بنا إلى الوصول إن شاء الله نحن نقول عندنا اكتفاء ذاتي من اللحوم. لكن قبل أن نصل إلى هذه النتيجة في مراحل وحلقات كثيرة جدا جدا بتدخل لتنفيذ أو تحت هذه المظلة للوصول لهذا المفهوم. من أبرز الأمور اللي بتلجأ إليها مصر مؤخرا لتحسين المنظومة الحيوانية بشكل عام هو مجال التلقيح الاصطناعي، وهذا أيضا علم الآن يعني هناك باع علمي طويل سواء في مصر أو في العالم لهذا النوع من التجارب وهذا النوع من أنواع الإكثار في مجال الحيوانات، لا سيما طبعا الحيوانات اللي بتخص اللحوم والحيوانات اللي بتخص الألبان. خلونا نشوف الأول تقرير عن الموضوع وبعده هنفتح الحديث مباشرة مع ضيفنا الكريم في الاستوديو ولنرى ماذا تفعل الهيئة العامة للخدمات البيطرية في هذا الإطار وماذا يمكن أن تقدم لنا هذه الهيئة في الأيام القادمة. بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم، تهدف استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية إلى تحسين سلالات الماشية، وذلك انطلاقا من كون قطاع الثروة الحيوانية يلعب دورا مهما في تحقيق الأمن الغذائي. وفي هذا الإطار أكدت وزارة الزراعة أن الثروة الحيوانية تسهم في توفير فرص مهمة للتنمية الزراعية المستدامة مع تحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائي وتحسين تغذية الإنسان وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وكذلك توفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين. كما تتمثل الأهداف الرئيسية لاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية في تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية وتمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية. كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوات الاستيراد مع تدعيم ورفع مستوى المعيشة لصغار المربين والمزارعين. ولتحقيق ذلك تم رفع كفاءة بعض الوحدات البيطرية وتدعيمها بالأجهزة اللازمة وتطوير مراكز التلقيح الاصطناعي التابعة لوزارة الزراعة وتوفير احتياجاتها من الأجهزة اللازمة. كما تم استيراد سلالات عالية الإنتاجية وتشجيع صغار المزارعين على إحلال سلالات الأبقار عالية الإنتاجية من الألبان واللحوم محل السلالات المحلية، حيث تم توفير مبلغ 10 مليارات جنيه كقروض ميسرة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية وتحسين مستوى معيشة هؤلاء المربين وزيادة دخولهم. ويعد مشروع الإنتاج الحيواني والمجازر الآلية ومجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات في محافظة المنوفية من المشاريع القومية العملاقة ذات الطابع التكاملي، ويتكون هذا المشروع من مزارع لتربية الماشية ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع إنتاج الألبان، مما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية للوصول للاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والألبان والعمل على استقرار أسعارهم وتقليل فاتورة الاستيراد حفاظا على الأمن الغذائي المصري. وينضم لي في استوديو مباشر من القاهرة لهذه الليلة دكتور بركات محمد علي، مدير عام التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، شرفتنا ونورتنا. الله يبارك بحضرتك. دكتور بركات، نبدأ سريعا بالأعداد. هل احنا عندنا في مصر رقم ثابت نقول انه الثروة الحيوانية في مصر مثلا من الأبقار كذا، من الجاموس كذا، من الأغنام كذا، ام ان هذه الأرقام يعني صعب ان احنا نضع ايدينا على رقم نقول هو ده ثروتنا او الثروة الحيوانية الموجودة في مصر؟ لا يا فندم، ان شاء الله في ارقام موجودة حقيقية تم حصر فعلي في 2020. نعم. الحصر ده تم بمعرفة وزارة الزراعة من خلال مديريات الطب البيطري ومن خلال مديريات الزراعة، وصلوا الحصر فعلي في 2020 وبيبنى عليه. الحصر ده
دعموا ودعم أعداده الحقيقية منظومة الترقيم والتسجيل اللي بدأت وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البترية إنها ترقم الحيوانات وتدي لها شهادات بيتسجل فيها كل بياناتها من تطعيمات من تحصينات من نقل ملكية من كل حاجة. ده على مستوى المزارع أم على مستوى حتى الأفراد اللي هو ربما الفلاح بيكون عنده يعني عدد يعني صغير من الأبقار؟ لا، أو على مستوى كل الثروة الحيوانية اللي موجودة في جمهورية مصر العربية، سواء كانت مملوكة لأشخاص أو لجهات أو ومزارع. لجهات أو لمزارع. نعم. لأن إحنا عارفين إن في مصر إن تعداد الثروة الحيوانية 80-85% منه في إيد صغار المربيين، و 15-20% فقط. نعم. هم الإنتاج المكثف أو المزارع الكبير. في رقم يا دكتور بركات نقدر نقول عليه رقم إجمالي؟ العدد فعلا يقارب 7 مليون راس، 680 ل 7 مليون، يعني 6 مليون 800 ل 7 مليون. ده التعداد بتاع الثروة الحيوانية اللي موجودة في مصر فعلا، ودي طبعا بتزيد 15-15% من سنة لسنة، وده طبعا طبيعي ان احنا ما نقدرش نحسب العدد كدقيق بالظبط. لان الترقيم والتسجيل بيدنه مستمر، في ولادات بتتم وفي مذبوحات بتحصل. وبالتالي ما بنقدرش نقف على عدد محدد الا ما بيبدا النظام اللي بنقول حصري تاني. بنعمل تاني، بيبقى عبارة عن مشروع. المشروع ده بيعلنه القطاع الانتاج الحيواني في وزارة الزراعة ان احنا نعمل حصر. الحصر ده ممكن يتم في 21، في 22، في 23. كل ما بنعمل حصر جديد بيحدد لنا العدد بالظبط. ال 6 مليون و800 تقريبا دول ماشية فقط؟ الماشية اللي موجودة في مصر. ماشية يعني بقر وجاموس. أبقار وجاموس. نعم. طيب نبدأ نسأل سؤال مهم، احنا عندنا اكتفاء ذاتي من اللحوم ام لا؟ او احنا عاملين قد ايه او محققين قد ايه من الاكتفاء الذاتي؟ لا، احنا ما عندناش اكتفاء ذاتي من اللحوم. احنا عندنا اكتفاء ذاتي من اللحوم البيضاء اللي هي الدواجن والاسماك والبيض ومنتجاتهم، لكن ما عندناش اكتفاء ذاتي من اللحوم. يعني قدامنا لسه قدامنا شويه ان شاء الله. ويمكن هو الصيحه اللي شغاله دلوقتي على موضوع تحسين السلالات. هو كان بغرض ان احنا نوصل لمرحله سد الفجوه الغذائيه والوصول لمرحله الاكتفاء الذاتي من اللحوم. طيب يا دكتور، احنا تحسين السلالات مفهوم ان احنا عايزين نحسن السلالات اللي موجودة عندنا في مصر واللي بتتوالد وبيحصل انتاج من السلالات دي. هل معروف احنا في مصر مركزين مثلا في عدد معين من السلالات عشان نحقق هذا النجاح او نحقق النجاح اللي احنا نطمح اليه، ولا المسألة متروكة لكل مزرعة او حتى ربما لكل مربي انه يحاول انه يقتني من هذه السلالة او تلك؟ مبدئيا نتكلم الاول ايه هو تحسين السلالات عشان نقدر نوصل لحضرتك ايه اللي احنا مقصود منه بسلالات معينه. اتفضل. تحسين السلالات هو المقصود بيه ان انا عاوز اخد صفات كويسه من الحيوان. الصفات دي ممكن تكون صفات انتاجيه، ممكن تكون صفات خاصه بصحه الحيوان، ممكن تكون خاصه بصفات تاقلم الحيوان مع الظروف اللي احنا موجودين فيها. ولكن اللي احنا مركزين عليه دلوقتي هو الصفات الانتاجيه من الألبان ومن اللحوم. وبالتالي هدف التحسين الوراثي اللي عندنا دلوقتي إن إحنا إزاي نوصل لمعدلات عالية من إنتاج اللحوم ومن إنتاج الألبان على أساس إن إحنا نقلل الاستيراد ونقلل الفجوة الغذائية اللي موجودة عندنا، وزي ما حضرتك بتقول نوصل للمعدل اللي بنقول عليه الاكتفاء الذاتي، وده من خلال التحسين السلالات. تمام. اللفظ كان بالأول تحسين الوراثي، طبعا اللفظ ده بيصير لغط عند البعض. البعض إن بنعدل الجينات، ان احنا بنعدل في التركيبات الوراثيه اللي موجوده، الى مشاكل صحيه عند البشر. لا خالص تماما، احنا بنشتغل في التحسين الوراثي. يمكن الخطوه الثانيه اللي حضرتك هتذكرها واحنا بنتكلم فيها مبدئيا، احنا بنحسن السلالات ليه؟ قلناها في ووضحناها بشكل بسيط، احنا بنحسن السلالات عشان نوصل لمرحله يعني نقول بمعنى صح كده اكتفاء ذاتي من الانتاج اللي احنا عاوزينه محليا ونقلل الاستيراد. لكن الاكتفاء الذاتي ده مش هيبقى قاصر على ان انا اوفر لحوم وان انا اوفر البان فقط، لا، ده هيوفر لي فرص عمل، هيقلل لي البطاله اللي موجوده، هيوفر لي رؤوس الاموال الاجنبيه اللي انا بتثورت بيها، هيقلل لي الهجره الداخليه اللي ممكن تحمل على قطاعات تانية من الدوله بعيده عن القطاع الزراعي والقطاع الانتاجي. نعم. هيجذب لي رؤوس اموال انها تستثمر في القطاع الثروه الحيوانيه. نعم. هيخلي لي الفلاح يرجع تاني يسكن الارض ويبدا ينتج. طيب ويقلل الاستهلاك اللي موجود. طيب
تقنية التلقيح الاصطناعي المستخدمة الآن في هيئة الخدمات البيطرية، هل هي بتستخدم أو بيتم يعني العمل بها على مستوى المزارع فقط أم على مستوى صغار المنتجين وصولا إلى الفلاح اللي عنده ربما 3 أو 4 أو 5 فؤوس فقط؟ تقنية التلقيح الاصطناعي متاحة لجميع المربيين سواء مستثمرين أو مزارع أو صغار مربيين. إحنا بنتكلم على التحسين الوراثي، خدناه في نقطتين. خدنا النقطة الأولانية هي تحسين السلالات اللي موجودة عندنا، والنقطة الثانية هي استبدال الحيوانات الضعيفة الإنتاج بسلالات أجنبية عالية الإنتاج. النقطة الأولانية اللي إحنا بنتكلم فيها اللي هو تحسين السلالات اللي موجودة، طرق التحسين معروفة، في انتخاب. الانتخاب ده ممكن أختار فرد يكون صفاته وراثية عالية، ممكن أختار عيلة من الحيوانات تكون صفاتها الوراثية عالية، ممكن يبقى انتخاب مشترك ذكر من مكان وأنثى من مكان، ممكن يكون انتخاب من النسل اللي طالع. المهم أنه أفضل مواصفات أنا أفضل عنها. مواصفات باخدها عن طريق الانتخاب بالنسب. نعم. أنني بشوف السجلات اللي خاصة بالأجداد والأباء على أساس أن أنا أخد منهم أفضل التراكيب الوراثية. نعم. ودي أفضل طريقة اللي أنا بختار منها الطلائق اللي أنا بستخدمها بعد كده في تجميع السائل المنوي اللي أنا بستخدمه في التلقيح الاصطناعي. أيضا في تربية الأقارب اللي هو التربية الداخلية، أو تربية الأباعد اللي هو التربية الخارجية، ودي بتتم بالتدريج أو بالخلط، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي كمان، أنني بخلط بين السلالات عشان أخذ صفات عالية، يعني أخذ ذكر من سلالة معينة ولقح به سلالات تانية زي السلالات المحلية اللي عندنا عشان أخذ منه جيل أول وجيل تاني وجيل تالت لحد ما أوصل إلى أفضل صفات ممكن. بالظبط، لحد ما أوصل للتراكيب الوراثية اللي تديني القيم الإنتاجية اللي أنا محتاجها بشكل طبيعي جدا عندنا، بس بشرط هنعوزه دلوقتي ويمكن حضرتك سبقتيني فيه، السلالات إيه اللي إحنا بناخدها؟ شرط إن السلالات دي تكون متأقلمة مع ظروفنا، مع التغيرات المناخية اللي موجودة مع عندنا، مع درجات الحرارة موجودة، مع ظروف التغذية اللي موجودة، كل ده لازم نكون عاملين حسابه فيها. طيب السؤال يا دكتور بركات، مع عملية التلقيح الاصطناعي فعليا بتتم بشكل اصطناعي، يعني تجميع للسوائل المنوية من طلائق حضراتكم انتخبتوها بشكل علمي، ثم يتم تلقيح الإناث لبدء عملية الإنتاج، ثم يعني المسألة بعد كده تبدو أكثر تقليدية، يعني تلد هذه الإناث ونبدأ نفحص الصفات الوراثية وتستمر جيل ورا جيل ورا جيل. الفرد المزارع يعني بيجي لكم يتوجه لهيئة الخدمات البيطرية ولا إيه اللي بيحصل؟ الآلية بقى الإدارية للمسألة على مستوى مصر. تمام يا فندم. التلقيح الاصطناعي ده بنقول عليها آلية أو تقنية للتحسين الوراثي. نعم. ودي أفضل تقنية موجودة وبتستخدم عالميا ومنتشرة، ليه؟ سهلة، بسيطة، مش مكلفة، بتقدر توصل للنتائج بسرعة جدا. أنا ممكن يكون طلوع في أمريكا وأغزو به العالم كله أنه هو يعمل به تحسين به وهو طلوع واحد، ممكن يكون عنده طلوع هنا أغطي به الجمهورية كلها بيه، بحيث أن أنا نقلت الصفات الوراثية من طلوع واحدة وقدرت ألقح بيها حيوانات كتيرة. نعم. في نفس الوقت إيه اللي بيتم؟ عندي مراكز تلقيح صناعي موجودة في الجمهورية، عندنا 4 مراكز تلقيح صناعي أساسيين، 2 تابعين للهيئة العامة للخدمات البيطرية اللي هو العباسية وبني سويف، وإن شاء الله في الطريق في طهطة في سوهاج. نعم. واحد جديد بيتم تطويره إن شاء الله يدخل في الإنتاج قريب، وفي 2 كمان تابعين للوزارة في العمرية وفي سقف كفر الشيخ، اللي بيتم ان موجود فيهم الطلائق اللي موجوده عندنا دلوقتي حوالي 93 طلوقه من سلالات مختلفه، بنجمع منها السائل المنوي وبيبدا عمليه تجهيزه. ده له مراحل كتيره جدا بنعدي بيها لحد ما بنوصل ان يبقى عندنا سائل منوي متجمع بكفاءه عاليه وبكواليتي عاليه عشان نبدا نحركه يروح للمديريات ويروح للافراد عشان نلقح بيه. اللي بيتم ان بينتقل السائل المنوي ده في تنكات معينه خاصه بيه، وبيحفظ فيه النيتروجين السائل على اساس ان دهن الحيوية بتاعته موجوده تحت 196 تحت الصفر. بعد كده بينتقل يروح للمديريات، ومن المديريات بتوزع على نقاط التلقيح الاصطناعي اللي موجوده على مستوى الجمهوريه. تمام. عندنا 825 نقطه تلقيح قديمه كانت موجوده قبل كده. نعم. نضاف ليهم 600 نقطه تلقيح من مشروع تحسين وراثي موجود تابع للوزاره، ديت نقاط جديده عليهم. تم إضافة 32 نقطة كمان من مبادرة حياة كريمة، وبالتالي عندنا أكثر من 1400 نقطة دلوقتي. النقاط دي متواجد فيها المعدات والأجهزة اللي خاصة بالتلقيح الاصطناعي. المواطن عنده يعني حل من 2،
يا اما يروح في مواعيد العمل للوحده وبيلقح، في الحاله ديت بيبقى المبلغ بتاعه قليل او الرسوم بتاعته بسيطه جدا، او الطبيب بينتقل بمعداته للمزارع نفسه في قلب مكانه بيلقح له في قلب بيته في اي مكان موجود. وبالتالي التقنية ديت سهلة بسيطة، عشان كده بنقول بتنتقل وبنوصل بيها لأبعد مكان في الجمهورية مهما كان. مدى تدخل حضراتكم في انتقاء الطرف الآخر من معدة التلقيح الاصطناعي اللي هي الأنثى؟ حضرتك اتكلمت عن الطلائق وفهمنا بتنتخبوها ازاي وبتجيبوا أفضل السلالات وبدراسة علمية، لكن أكيد النتيجة مش هتكون أفضل شيء لو كانت الأنثى غير مناسبة لهذه العملية أو مواصفاتها غير كفر. ولو كان هو أفضل شيء ما كانش فخامة السيد الرئيس حط مبادرة وسريعة جدا تتنفذ في خلال سنتين، اللي هو استبدال الإناث اللي موجودة ضعيفة الإنتاج دلوقتي بإناث عالية الإنتاج. وبالتالي إحنا لما بنروح نلقح ما نقدرش نقول للفلاح لا حيوانك ده ما تلقحوش، طالما إن هو جاهز للتلقيح هلقحه. ليه؟ لو أنا سبته للتلقيح الطبيعي عرضة إن أنا أنتقل الأمراض اللي هي بتنتقل الفينيريال ديزيز اللي بتنتقل عن طريق التوسيب الطبيعي او التلقيح الطبيعي اللي موجود. نعم. الطلائق اللي موجوده في التوسيب الطبيعي طلائق مش منتقاه، اي طلوقه موجوده او ذكر وبعدين بيستخدمه اكتر من مره في اليوم، وبالتالي كفاءته الاخصاب بتاعته قليله. نعم. وعرض او امكانيه نقل الامراض من حيوان لحيوان ديت موجوده، وبالتالي احنا بنلقح كل الحيوانات اللي جاهزه للتلقيح اي مهما كانت درجه انتاجيتها. نعم. ليه؟ لان لما لقحها هي مثلا بتجيب 2 كيلو لبن في الصبح او 2 اخر النهار او 4 او 5، انا لما لقحها من طلوقه منتقاه ومنتخبه صح، ممكن في الجيل الاولاني دي بدل ما بتجيب لي 4 كيلو تجيب لي في الجيل الاولاني 10، تجيب لي في الجيل الثاني 15، تجيب لي في الجيل الثالث 20، وهي اصلا ضعيفه الانتاج. نعم. ولكن انا بتكلم على جيل، يعني نتاجها هو اللي هيتحسن، هي مش هتتحسن لكن نتاجها هيديني صفات اعلى، مش هي المرجوه زي الصفات الاجنبيه. نعم. ولكن دي خطوات بتاخد مراحل من جيل اول لجيل ثاني لجيل ثالث. نعم. عشان كده بنقول بننتخب الذكر وهو ده الافضل ان حديت ما نتخلص من الاناث ضعيفه الانتاج. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم دكتور بركات محمد علي مدير عام التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالهيئه العامه للخدمات البيطريه. شكرا جزيلا. شكرا دكتور. مشاهدينا الكرام الى موجز الاهم واخر الانباء مع زميلتي كريمه الحلفاوي، ومن بعده من القاهره مستمره مع حضراتكم في القناه.